صفر نفايات. إذا كنت الأمراض تنصب بهم هذه الأشياء هذو
اوراق دروسي كما تنصب اوراق تنصب كاينه نصيب كاين الحاجات لي ديشي فيرت تنصيبو بهم دي كومبوستاج يعني غادي نصيبو بهم واحد غيكون عندي في المواقع المقابل ديالو غيكون عندي في السنه اذا في التسميد اللي هو طبيعي واللي فايت تصبر تنصيبو بهم بحال هاد الحويجات هادي مبينا بان بغينا بان هذاك الكاليو ديال النفايات ما بغيناش حتى يوصل لبناء المخيط وكذلك حتى بالنسبه للاشياء الاخرى هادو كذلك كيبقى شي سبب الحويجات كيدير خرجه بيئيه وداك الشيء اللي تناقض ديال الاسباب هذا هو الهدف ديالنا من البلد وهذا نعم تؤمن معكم فيها مصدر وممكن يعني تعمل بها اشياء بسيطه هذا حتى هو من هذا الديان هذا يعني تقطع مع بعض حركه قبل من هذا الشكل هي بكثير نفس كما تقول يعني من بقايا المسلمين تجد القوم باش ان شاء الله نكونوا جيل جديد كيشتغل معنا في التجويد.
شويه خدمات مقدمه للضيفه. اذا كنشكر الجمعيات اللي كتشتغل معنا، وكنشكر الجامعه الوطنيه للتخييم اللي مخالطه معنا واللي هي شريك اساسي. كنشكر السلطات المحليه، وكنشكر جميع اللي حاضرين معنا، وبخصوص رجال الاعلام، وخص بالذكر موقع الفينو اللي كيتواجد معنا وكيدير تغطيه مباشره، اضافه الى المواقع والاخوه اللي كينشطوا في هذا المجال ديال الاعلام. اذا باش ما نطولش عليكم، هذه التجربه وهذه المحطه اساسيه في اعداد مشروع ديال التخييم اللي كنشتغلوا فيه وكنتقاسموا فيه واحد العدد الافكار واحد المبادئ. اذا بهذه المناسبه كنتمناه، كنتمنى لهذا الحفل كل نجاح وكل توفيق، ونتلاقاو ان شاء الله في السلف المجيء ان شاء الله. وشكرا. خليكم مع لوحة أم الوطن مع مجموعة تدانين تعود على السلام عليكم المهمة. واش هذا الوالد البلاد ديالنا تنهبوا فيها وتشقوا فيها؟ واش حنا مستعمرين في فترة صعيبة من الحياة وهذا غادي على النعاس؟ نوض دير نفسك كون راجل، نوض موت على ود بلادي. اللهم كنت خويا درجة هادشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كي داير أمي؟ درت عليك بحال باش. اش بنقول لك ويلي شهرة؟ أنا وريفة غنوجدين واحد العملية كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يا ربي توفقنا ونتغلبوا على الأعداء. يا إن شاء الله بغينا نجيبوا العز لبلادنا. يا ربي بغينا نطردوا المستعمر اللي بغى ياخذ لنا صحنا ويتمنى على وليداتنا. يا ربي نموت نموت بحي الوطن الوالدة. يا ربي أنا جيت غير باش ناخذ تعيوات. الله عندي واحد العملية كبيرة داخل عليها. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تهبط من جيب المطير وتوقف في بالي بحال هذا. يا ربي وليده. نعم وليده. جيتي يا هذيك. ما جيتش. نتلاقاو في الجنه الوليده. الله يحفظك يا ربي، الله يحفظك من جيب الله يحفظك يا ربي. يا ربي يحفظك يا ربي. لمت مؤمن نبض يا ولدي نبض. بغيت نسولك يا ولدي.
أعطينا هذا الموضوع. وي وي من الموضوع. وي. Ah!
ديالو. نتوما كلاو فو فو اليوم الرجل كبير، قبل ما تجي
أنت خويا
Oh,
والذين خانوا الوطن والذين قاموا بإيذاء الناس فلينتحروا، وإن لم يستطيعوا فليرموا أنفسهم في أقرب حاوية غمامة، وإن لم يستطيعوا فليعترفوا للآخرين ويطلبون منهم الغفران. Come on.
L'attente qui va arriver, c'est la danse de chant de vol suivie de la danse de pied comme ça. 1, 2, 3, 4. I'm
المحمدية. الحفل كان في المستوى صراحة، وشكرا على الأطر اللي صاروا على التدريب، وشكرا على الرئيس اللي جاء شرفنا في الحفل، شكرا بزاف، وشكرا لإقليم الرياضة، وشكرا مدينة الناظور اللي استقبلتنا، وبالضبط قرية أرجمان. شكرا. السلام عليكم، تحية تربوية، معكم عبد الربي محمد الحناوي، متدرب بمركز استياف مخيم أرجمان. العمل المباشر كما تلاحظوا ان هذا المخيم هذا
لمدة في أسبوع كان توافد ديال الشباب والمؤثرين التربويين من كل ربوع المملكة المغربية اللي استفدوا من الفترة التكوينية أو الفترة الربيعية للتدريب التكويني بالمخيمات الربيعية والصيفية، كما أنه جل المحاور أو جل الدروس اللي تعطوا المتدربين فهي كانت متناول المتدربين، وإن شاء الله أنه هالدروس هذه ما هي إلا تتم التدريب ديال التحضيرين اللي غادي يكونوا الفائدة الأطر والفائدة المؤثرين التربويين والمؤثرات، وخاصة هذه التدريب هذه تتصب في محور الطفل والطفولة اللي غادي إن شاء الله في المرحلة الصيفية المخيم الصيفي غادي يستفدوا من هذه الفترة التكوينية من هذه الأطر والمؤثرات اللي استفدوا في هذه المرحلة هذه. وتشكر الشكر خاص الأطر اللي شرفوا على التحضير، وكل يعني كل من طقمه واسمه، وتشكر حتى الصديق والاستاذ ديالي سي نفيس اللي كان صله توصل باش انني نتواجد هنايا في هذه المرحله هذه. كذلك تشكر بزاف سي رئيس القياده سي موافق اللي انه قدم الشيء الكثير برفقه الطاقم الاداري والتربوي لهذه الدوره التدريبيه، وتقول لجميع المؤثرات والمؤثرين انه الدوره التدريبيه فهي لصالح الطفل، واعطيوا الجديد اللي عطاوكم وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. خديجه بن سعيد مدينه الرباط، بالنسبه للتكويني صراحه استفدنا منه بزاف من حيث الورشات والانشطه والدروس اللي كانوا كيعطيونا الاطر ديالنا. تبارك الله ديال الاطر كوك زعما ماشي ما قطروش معنا من حتى حاجه، كنتمناو يبقى غادي هاد المراحل اللي جايه يبقى غادي في هذا الريتم ولا ارقى ان شاء الله. وشكرا بزاف. تحيه تربويه زكريا حداوي من كلا العمر 24، جيت من مدينه الناظور كمتدرب في الاقليم والقريه اركمان، وكنت جد سعيد ومحظوظ بالحضور ديالي هنايا لان المؤثرين كانوا في المستوى المطلوب والاكثر من المستوى المطلوب، وكما قلت لك كنت من المحظوظين بوجودي هنا، وكنشكر بزاف المؤثرين لانهم ما تخاوش بهذيك المعطيات اللي عطاونا بزاف، وشكرا. مربيه وجيت من الدار البيضاء من لاميج من الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه، وعجبني الحال حيت جبت هنايا الشباب، درت الورشه ديال الاعمال التربويه الاشغال اليدويه، عجبتني القريه بزاف وعجبني الشاطئ، فيها حوايج زوينه بزاف، الطبيعه عندكم زوينه.